أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم عصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا التأويل. اللهم علمنا التفسير. اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أفلح من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. سبحان ربي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان ربي الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان ربي الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان من بحال العباد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان محيي العظام وجير بيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا رب وكريما يحب كل كريم. يا رب يا عظيما يرجى لكل يا رب وكريم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيا لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وأثنيت وبلغت يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وأثنيت يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة خير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حقا وصدقا ودائما وأبدا وعدلا ويقينا. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. بعث اللهم قوما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته. وجزه اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة يا رب يا رحمن يا رحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا محمد.
وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعليكم السلام آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. الله يكرمك أبو عبد الله، يبارك عمرك. والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر، سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يكرمك أبو يوسف، أستاذ صباح، صباح النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل وسلم وبارك. حي الله عم أبو داود، كيف حالك؟ الله يكرمك، ارضى عنك، يبارك فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل لنا لساناً ذاكراً ونوراً ساطعاً وقلباً خاشعاً وعلماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً حلالاً واسعاً طيباً مباركاً فيه، والشفاء من كل داء والنصر على الأعداء. اللهم رحماك بالبلاد، اللهم رحماك بالعباد، اللهم رحماك بالشيوخ الركع، اللهم رحماك بالبهائم الرتع، اللهم رحماك بالأطفال الرضع. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في غزة عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم إنهم، عليكم السلام ورحمة الله، يكرمك رضاهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ظمأ فاسقهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مستضعفون فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك، أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم ونشف الدم في عروقهم، اللهم واحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحد. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنه أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أخواتي أحبتي، فلا إن شاء الله نعود لكم بتسجيل آخر منفصل صلاة الفجر هذا اليوم.